أتحداكم تأتوني بصورة واحدة رفعها سلطان العرادة لنفسه في أي نشاط من أنشطة الدولة، سواء بفتح مشاريع، سواء كانت ممولة من السعودية أو من خزينة الدولة من أموال إيرادات مأرب أو من أي دولة. هاتوا لي كذا يعني لقطة فيها صور لسلطان العرادة مرفوعة دون رمز الدولة، سواء بعهد هادي أو بعهد إرشاد العليمي، لا تجدوا أبدا. يحترم الدولة حتى بالأنشطة العسكرية، بالاستعراضات العسكرية، تجد العرادة يوجه بنصب صورة كبيرة في المنصة أو خلف المنصة لرشاد العليمي، وصورة تحتها لكل أعضاء مجلس القيادة الذي هم نواب لرشاد العليمي. هكذا يحترموا عمل الدولة، يحترموا رمزية الدولة. لا مش عصابات وميليشيات ومرتزقة تبع يعني دول بعينها، لا، متمسكين بدولة، الإصلاحيين أو سلطان العرادة، المهم هذولا مؤمنين بحاجة اسمها دولة ورمز دولة. ما تجدوهم يرفعوا لهم شخصيات ويتغنوا بها أبدا. تجد الإصلاح وقت الذكرى فقط يرفعوا لهم صورة، تمام، لليدومي أو للشهداء حقهم الذي ضحوا. ما عندهم حاجة مقدسة يعني يتباهوا بها ويكونوا يعني كأنهم رديف للدولة، لا، متمسكين بشرعية الدولة، برمزية الدولة. بينما طارق عفاش بالاستعراضات العسكرية تحصلوه رافع صورته، بالأنشطة السياسية تحصلوه رافع صورته، بافتتاح المشاريع، بافتتاح المشاريع رافع صورته. طيب وين صورة رمز الدولة رشاد العليمي؟ أنت جالس تزاحم. شوفوا عيدروس الزبيدي هو نفس الحكاية، بيبعث برقية تهاني ومدري إيش للدول وللرؤساء والملوك وملك أسبانيا، ملك بلغاريا، مدري من رئيس الكونغو، وكأنه هو رئيس الدولة. لما يكون الواحد قائد عصابة ومرتزق لصالح دولة أخرى، هكذا يكون النتاج عدم احترام حتى لبروتوكولات الدولة، لرمزية الدولة. يعني قادهم هم هذولك المتمردين، هذا عيدروس ولا طارق؟ عيدروس نقول على الأقل انفصالي، لكن هذا الذي يدعي أنه جمهوري لا يمكن يعني يحترم صورة رمز الدولة رشاد العليمي بأغلب الأنشطة التي يقوم بها هو ولا حاشيته ومعسكراته. من قبل متمرد على هادي، مع أنه جاء من أحضان الحوثي وكان بيجند لقتل الجيش الوطني والمقاومة، وأجى لمناطق الشرعية ويقول شرعيتنا بنادقنا، ما لنا علاقة بالرئيس هادي. ولا زال، هل يا أصحاب سنحان بالنسبة لطارق، خلونا من عيدروس، هذاك بيضحك له على القرويين، أنا اللي بطارق، هل لأنك من سنحان أو لأنكم يا أصحاب مطلع يا زيود الهضبة مش مستوعبين إنه يمكن أن يحكمكم واحد شافعي؟ تجدوها ثقيلة، تستثقلوها إنكم تمجدوا رشاد العليمي أو تمجدوا عبد الرب منصور هادي من قبل. إيش معنى اللي احنا الشوافع مجدناكم يعني وقدسناكم وعبدناكم عبادة بطريقة ابتذالية وكأنه أنتم الكل بالكل، أنتم فقط يا زيود الهضبة، عبد الملك بيقدسوه أتباعه وبيقدسوه بقية القيادة اللي هم من صعدة ومن مطلع بشكل عام يعني، والشوافع، أنا أقصد الشوافع، بيقدسوا عبد الملك الذي هم متحوثين، وكذلك الذي هم متعفششين بيقدسوا عفاش حتى وقدوا ميت، والآن بيقدسوا طارق. بينما طارق وأصحاب الهضبة تجدهم لا يمكن يقدسوا يعني واحد من تعز مثل رشاد العليمي ولا من أبيان مثل عبد الرب منصور هادي بالمطلق. أنا تلاحظوا معي إن في نفس مناطقي في هذه المسألة، في نفس مناطقي، هذولا لاحقوا عبد الرب منصور هادي إلى داخل قصر الرئاسة بصنعاء وإلى بيته، قتلوا 17 من حراسته، طاردوهم طاردة، ما قد كملت سنتين المرحلة الانتقالية لو قد يحيى عفاش أذكر، وأنا كنت أشاركهم للأسف الشديد وعد كنت عفاشي، ويقول لا للتمديد، لا للتمديد،
سمحنا العفاش يمدد 33 عام وهو ما قدم شيء. احنا بذيل الامم دولة هشة، دولة عصابة، دولة سنحان وحاشد وبكيل. لمجرد ما خلع عفاش سقطت الدولة، سقطت. مش مستوعبين انه بيجي مشروع يمن اتحادي، راحوا ينقلبوا وتعاونوا مع الحوثي، والان قادم بمناطق الشرعية بمناطق الشوافع كمان، يعني يأنف وتأنف انفسهم ان يبجلوا رئيس الدولة رشاد العليمي. بينما نحن الشوافع تجدونا نعبد حق الهضبة عبادة، رموز الهضبة. يمكن تجدون الآن نقدس حتى بنت عفاش بلقيس وهي مكلف، لكن إنه تعزي أو إبي يقدس قيادة من أب، يقدس قيادة من تعز، لا أبدا بالمطلق. عادم تحصلوا يسخروا من حمود سعيد الذي تصدى لكل جحافل الهضبة من حوثيين وعفافش، يسخروا منه ويستهزئوا به ويبسطوا إلى لحاءهم كأنه ما له قيمة عندهم. هو شيخ وازن وأصبح له قيمته وكلمته، يعني عسكريا مقاوم وإلى آخره، ورفع رؤوس ابناء عز، إلا أنه تجد من ابناء عز من يستحقره، وبذات الوقت ينجدوا أصحاب مطلع، مع أن أصحاب مطلع والله يستحقرهم، ولو قد يعني دانت الأمور لهم واستقرت بيتحولوا أيضا هامش الشوافع، صاحب تعز، صاحب أب، صاحب عدن، صاحب أبيان، صاحب، بيرجعوا هامش ولا لهم قيمة كما في الماضي. قادوا بهمشهم الآن بالساحل الغربي، مع أنه للأمس هو بيقتلهم أبناء تهام، شوفوا كيف ضيعوهم. الذي كان يقتلهم وهم بيتصدوا له، الذي بيقتلهم للقناصات، إلى الأمس القريب اليوم هو يتحكم برقابهم ويزج بأبنائهم للسجون. شوفوا على عنصرية هذا وعادهم، ما قد تمكنوا وما حسموا الأمور، فكيف لو حسموها؟ تفتكر يا عبد السلام الجيسي بواحد مطبل مقزز زقر أمامنا يرفع الضغط مع بقلة العقل كندرة حق طارق وآل عفاش وعياله وأقاربه كلهم السلالة كله؟ هذا يفتكر إنه باي كله قيمة لو قد طارق بصنعاء، إذا قدر الله إنه عادت الأمور كما كانت قبل 2011، يفتكر إن عبد باي كله حجم. والله ما عاد يدخلوك من بين المطر، والله ما يدخلوك من بين المطر للكنان، يستخدموك الآن كبوق ناعق، ولهم يعتبروك برغلي ما لك قيمة. هم هذول زيود الهضبة، بل ويستحقروك قسما بالله، مهما طبلت تبقى عندهم بالنسبة لك تعزي، وهم عندهم نظرة دونية ضد الشافع، يعتبروا الشافع غنيمة، ما هم راضين يعترفوا بأي رمز شافعي. حتى الآن المؤتمر أغلب أعضاءه من أين؟ من المذهب الشافعي، من أصحاب منزل. تجدهم يتبكبكوا على المؤتمر، يستحمد علي يكون رئيسه، ليش ما يكون مثلا سلطان البركاني؟ ليش ما يكون مثلا الدهبلي؟ ليش ما يكون مثلا نبيل شمسان؟ ليش ما يكون يعني أي قيادي آخر مؤتمري؟ بندغر؟ ليش؟ لما عبد الرب منصور هادي حاول ينصب نفسه رئيسا لحزب المؤتمر قام قيامتهم، قالوا لا، عفاش اللي رئيس الحزب، وزاد فصل عبد الرب منصور هادي من الحزب، فصل عبد الرب هادي من الحزب، مع انه عبد الرب منصور هادي بصفته رئيس الدوله وقتها يفترض انه يكون ايضا رئيسا لحزب المؤتمر كما كان عفاش طوال فتره حكمه وهو رئيس الحزب، متشبث به، وظل متشبث به الى ان قتل. شايفين كيف؟ في عنصرية مقيتة. حتى الحوثة والمتحوثين الآن، هل يتجرؤوا هذول الحوثة الشوافع، هل يتجرؤوا يقولوا إنه لازم يكون في خليفة لعبد الملك البوتي، إذا قتل يكون خليفته مثلا سلطان السامعي؟ هل يجرؤوا أو حتى يفكروا مجرد التفكير بهذا القول، أو يقولوا بن حبتور مثلا؟ هل يجرؤوا؟ لا يمكن. وفي قدام متشيعين وهواشم من السلالة يا زعم، لكن في فرق حتى عند زيود الهضبة بين الهاشمي اللي من منزل والهاشمي اللي من مطلع. اللي من منزل لا يفكر إن عينه تعلو على حاجبه أبدا، العلوم هلا صاحب مطلع ويا عبتي وما بحدا. هذه مسألة حساسة، وأنا أحاول أبصر عقول البعض بها. ركزوا يا هداكم الله،
وبعدوكم من التفريخات الحزبية والانتماءات الحزبية. شوفوا الإصلاح، أنا مشمئز من إنه لحد الآن متمسكين برئيس الحزب وهو من مطلع اليدومي. ولكن على الأقل الحزب هذا تجدوه بالتزكية، تحس ما فيش عندهم شخص مقدس. اليدومي هذا هامش، الآنسي هامش، بأي وقت يمكن يتغير ويطلع أي قيادي جديد. وإحنا با نعرف عندما يتغير واحد بدل اليدومي، با نعرف إذا طلعوا واحد من منزل فهو حزب لا بأس به، إن طلعوا واحد من مطلع فهم والله كلهم تفريخات يريدوا يجعلونا تحت هيمنة وحكم زيود الهضبة. جماعة ما هم راضين حتى الآن، طارق وقدم متمرد، حتى ميليشياته ما لها علاقة بوزارة الدفاع ولا هيئة الأركان، ومع ذلك بيرفع صوره وما يرفع صور رشاد العليمي، وحق له ذلك طالما أنه متمرد. هو أصلا إلا دحشوا التحالف هو عيدروس وغيره والمحرمي، وهم أصلا ما لهم علاقة بالدولة، لا ينتموا لوزارة الدفاع ميليشياتهم ولا رواتبهم زي رواتب وزارة الدفاع، منفصلين تماما. ما يقدر رشاد العليمي ولا وزير الدفاع أنهم يغيروا حتى قائد كتيبة بالعمالقة أو ميليشيات طارق أو عيدروس أبدا بالمطلق. وحق لهم أنهم يعبثوا ويهينوا بروتوكولات الدولة، ما هي قد أهينت هيبة الدولة العسكرية وطعنت معركتها عدنان بالصورة، مع أني أختلف مع مجلس الرئاسة واعتبره ذنب للإمارات والسعودية، إلا أني أتكلم بما هو واقع على الأقل من باب المغالطة. شوفوا زيود الهضبة ما يقدروا يغالطوا، حتى ما يقدروا مثل طارق، ما هو قادر حتى يعني ينافق نفاق، لا ما أقول له صورتي أنا يزاحم رئيس الدولة، استحي على حالك اخجل، ما بوش من ينصحهم يقول لهم عيب، كم تكلمتنا بهذه الأمور لي سنوات، اخجلوا. فقط من يوم تأسيس المجلس الرئاسي قد تكلمت أكثر من 50 مرة، يا طارق اخجل اخجل، لا تكون سفيه مثل عيدروس، أنت تدعي أنك وحدوي وجمهوري وعلى أساس أنك كنت ابن رئيس دولة مدري من أسرة رئيس دولة، هي أصلا دولة عصابة، لقد احنا نقول هكذا مجازا، فعلى الأقل كون قدوة، استحي، قبلوا تحياتي وهسوا لايك للفيديو.